والآن مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم، عودة مرة أخرى إلى ميرفت. إليك شكرا نهبة ورغدة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء معتدلاً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على المناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة غرباً على فترات متقطعة، وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. ففي القاهرة العظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 19-8، مطروح 18-10، بورسعيد 20-10، الإسماعيلية 20-9، السويس 20-10، العريش 20-8، طابة 19-10، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 22-12، الأقصر العظمى ستكون 22 والصغرى 7، أسوان 23-7، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 24-12، وأخيرا حلايب 23 والصغرى ستكون 13. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.